السلام عليكم، الاسم ديالي انس ارفاك، حاصل على معدل 1933 في شعبة العلوم الاقتصادية بثانوية التاهيلية محمد البقالي. اذا هذه النتيجة كانت بفضل الله سبحانه وتعالى بعدا، والعائلة ديالي اللي ما بخلتش عليا لا بالدعم المعنوي لا بالدعم المادي ايضا. ايضا الفضل كيعود للاطر التربوية اللي ساهمت بشكل كبير في هذا الانجاز هذا، وما وحتى هي ما بخلتش علينا بالمجهودات ديالها، وما عطاتناش زعما عطاتنا كل شيء اللي كنحتاجوه باش نحققوا هذا الانجاز هذا. ايضا في الاخير الفضل راه ترجع ليا ايضا انا، وبالمجهودات ديالي طيله السنه يعني والطموح ديالي باش اني نحرص الحرص ديالي على اني نحقق هذا الانجاز هذا. وكنقول بلي ان اي واحد دار مجهود ربي راه ما غاديش يخيبه في نهايه المطاف، وكنتمنى ايضا يعني التوفيق للمستدركين ايضا، وما يئسوش، انما هذه مرحله فرصه ايضا باش يستدركوا هاد يعني النتيجه ديالهم، ويحاولوا يعطوا كل ما عندهم باش يحققوا ان شاء الله الامنيات ديالهم من القدام. وشكرا. شنو المخططات ديالك ولدي من بعد حصلت على النتيجه من هنا القدام؟ شنو كتفكر ديالك؟ انا كنشوف بلي هذا الشيء بغيت نخليه ليا بعد المشاورات ديال العائله ديالي. انا غادي يعني البيبان كاملين مفتوحين قدامي، ان شاء الله غندوز جميع لي كونكور، ويعني بعد المشاورات كما قلت ديال العائله ديالي غادي نقرر في نهايه المطاف. اي المعدل ديالي 19 كما قلت 33 المعدل العام، وفي الامتحان الوطني 1940. صراحه كما ركزت على جميع المواد، حاولت انني نوفق ما بين جميع المواد، ما يعني ما هملتش حتى شي ماده، لان كل ماده عندها تاثير ديالها في هذه النقطه الاجماليه. ونتمنى كما قلنا خير للجميع. شكرا. كلميني على هذه الليله كيفاش دازت وسهرتي؟ صراحه هذه الليله عادي دازت يعني واحد الاحاسيس لا توصف. يعني العائله ديال سهرنا حتى الخمسة ديال الصباح، وبصراحة تصيفط ميساج مع ديك 12 شونس، ولكن بقينا سهرانين حتى تصيفطت نتيجة كاملة على حسب يعني بالمواد كاملين. و الاختيار ديالك لهذه الشعبة هو في الاول كلشي كان كيقول يعني الاساتذه ديالي في يعني في الجيدة وكذا، منين حصلت على النتيجه ديالي في الجيدة كلشي كان كيوجهني للعلوم الرياضيه وكذا. انا الميول اللي كنقول اودي خصني انا نشوف الميول ديالي فين كنرتاح، وكنشوف بلي ان هذه الشعبه ديالي يعني خصنا نعيدوا اعاده الاعتبار لهذه الشعبه هذه، ما نشوفهاش بديك الطريقه باش كيشوفوها يعني العديد من الناس، وانها شعبه اللي كتعالج الواقع، داكشي اللي باش كتعجبني انا ك يعني كتلميذ في هذه الشعبه. الاب ديالي كنقدم ليه الشكر من هذا المنبر هذا، وكنقول يعني واخا نعيا ما نقول معيش نوافي ليه حقه، وكنتمنى ان شاء الله الخير للجميع ان شاء الله. شكرا. بارك الله. السلام عليكم. بصفتي الاخت ديال انس ارفك الحاصل على المعدل 1933 على جهه سوسمه الصدرعه، واحد الفرحه اللي لا توصف. الحمد لله داكشي اللي كان كيطمح ليه والمجهودات ديالو اللي كان كيدير ربي عمره ما خيبو، يعني داكشي اللي كان كيتقاتل عليه لقاه الحمد لله، يعني النقطه ديالو اللي كان باغي راه لقاها الحمد لله وجابها، والفضل راه كيرجع للعائله ديالو، الله سبحانه وتعالى هو الاول، والاساتذه ديالو اللي عاونوه طيله زعما العام كامل، من نهار زعما بدا الدراسه ديالو كاع الاساتذه ديالو كيلقاهم معاه الحمد لله. وكما قلت لكم الفضل اصلا تيرجع الله سبحانه وتعالى، وكيف ما قال هو راه اللي دار شي مجهود راه تيلقاه. انس من نهار زعما عقلنا عليه زعما في البدايات ديالو كان ديما بحال هكا طموح، واحد الدري اللي طموح وما كيرضاش بالقليل، ديما تيطمح يجيب شي نقطه اللي ما غيوصلها شي واحد، ديما تيطمح للكثير، والحمد لله كما قلت لك المجهودات ديالو اللي كيدير ربي راه ما عمره ما خيبو الحمد لله. واخا نتوما دابا بالنسبه لهاد الايام ديال المراجعه كيفاش كان لو سوتيان ديالكم، كيفاش كنتو كتعاونوا يعني بالخاطر، يعني اي حاجه بالخاطر، و ما خصش زعما كاع يخسر ليه خاطرو من كاع الجوايه، وهو واحد الانسان اللي البروغرام اللي كيدير خصو يمشي عليه، يعني الوقت ديالو كاملها تعطيها القرايه ديالو كيف ما بغات تكون زعما، يعني الوقت قال لك 7 هي 7، 8 هي 8، 10 هي 10، 11 هي 11، وحتى حنايا معاونين معاه، يعني ماشي كنقولوا ليه لا ولا هادي لا، يعني الوقت اللي كيقول هي الوقت زعما، راه كنقول لك حتى الماكله الا غياكل راه بالوقت، يعني راه كما قلتي 19 راه ما يمكنش يجيبها اي واحد الا اللي مبروغرامي حياته زعما الدراسه ديالو كيفاش كتمشي، راه باش تجيب ديك 19 خصك زعما كما قلت لك تكون بحال هكاك زعما كتبروغرامي كلشي هو هذاك. وامتى عرفتي النتيجه؟ واللحظات اللي كنت كتسنى فيها كيفاش عشتوها عائليا؟
صراحه ستريس. حنا راه واخا عارفينو ناجح وعارفينو زعما غيجيب النقطه ديالو، ولكن ديك انه باش يجيب النقطه اللي باغي هو، حنا راه ماشي كنقولوا ليه خصك تجيب ديك النقطه ولا خصك تجيب ديك 19 ولا شي حاجه، داكشي راه ما تنقولوش، ولكن كما قلت لك زعما باش يوصل داكشي اللي هو اللي باغي، يعني داك المجهود اللي ديالو اللي دار ما يمشيش غير هكاك، يعني داكشي اللي باغي ما كرهناش يوصل ليه، يعني حيت كما كنعرفوا كيكونوا زعما ماشي اخطاء ولكن زعما التصحيح كيفاش كيدوز ما عرفناش، واخا هو تيقول لك درت لي عليا وكلشي وهذاك، ولكن كما قلنا التصحيح كيبقى زعما النقطه كتبقى في يد المصحيح وكلشي، والحمد لله راه داكشي اللي خدم وداكشي اللي دار راه لقى الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.